موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج، فكره جديده. شكرا 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 لكم على دعم في كل مقاطع روكت ليج. المقطع هذا جاني من اقتراح من واحد من اشخاص تابعني على سناب، متابعني على انستغرام. الفكره هي ان راح نبدا من الصفر، ما راح نغير اي اعدادات، ما راح نسوي ولا شيء، اللعبه ديفولت، حتى الاعدادات ما بغير. يعني مثلا الرول يكون ال2 ما احطها ال1 اللي هو انا استخدمه في الحساب الرئيسي، دائره ما ارجع الار1 اللي انا استخدمه، فكل شيء بيكون ديفولت اللي هو الافتراضي. لكن اللي بيختلف انه مع كل جيم نفوزه راح نرجع شيء جديد، اوكي؟ بس بصعبها علي، اول 5 جيم الفوز ما راح يكون فيه ولا شيء. ليش؟ لان توني داخل ليفل 10 والحين اقدر العب كومبتيتف، فراح العب 1 في 1، اول 5 مباريات بتكون سهله جدا، بعد الخمس مباريات بعدل المباراه فيها فوز راح اعدل شيء واحد، وكل رانك يعني انا الحين في الدايموند، دايموند 1، اذا رحت دايموند 2 العب سياره مختلفه، اذا رحت دايموند 3 العب سياره مختلفه، فهمتوا؟ ما ارجع السياره اللي قبل الا اذا خلصت سيارتي كلها. حاليا الحساب ما في الا 3 سيارات، رئيسي ماركت ليج نفسها، لكن راح اضطر اني مثلا اشتري الموقع اللي قاعد احلله، يعني اشتري دونز، اشتري دونز جي تي ار، اي احد بيشتري اي غرض ماركت ليج، اللي بيشتري اشياء بكريدت ترى موقع ماركت ليج اكستشينج ارخص ماركت ليج نفسه، يعني بتروح تشتري لك 3000 كريدت بسعر 2500 كريدت ماركت ليج، فلو تشتري من هناك من ماركت ليج اكستشينج راح يطلع لك ارخص، وفي اشياء كثير كل اغراض ماركت ليج موجوده. لا تنسون كود فيصل احصم لكم يعني زياده يعني. فخلونا نبدا مقطع اليوم. اوكي، مثل ما تشوفون خشينا الحساب، اول مره اسمع اغاني او ميوزك حقت روكت ليج، ف يا ساتر والله صوت مزعجه مره. انا فكرت يعني اني احط تحدي اني ما اغير شيء الا زي ما قلت لكم فوزت جيم، اذا فزت جيم اقدر اغير شيء واحد، لكن الاصوات جدا مزعجه، جدا جدا مزعجه. شوف كيف. فنخش الحين كوم 1 في 1 اول جيم نلعبه في هذا الحساب كومبتيتيف. مثل ما تشوفون ليفل صار 11، اللي يقول كيف وصلت ليفل 10 بسرعه او 11 بسرعه، سوي تشالنج، اضغط ار1 يطلع لك تشالنجات. اتوقع انك اذا فزت الجيم حاول انك تلعب 1 في 1 اول ما تسوي حساب، شوفوا كيف. الحين بقدر العب بالدائره اللي يضغط بوست، والله البور سلايد اني ما ادري وش صراحه الاساسي يعني، لكن راح اشوف نكتشف مع الوقت. فكيف بقدر العب؟ بلعب كذا، الكاميرا قريبه اعتذر يعني اذا تشوفون، لكن هجت شبابي يعني كاميرا شيك موجوده ترى، يعني لحد يصدع. ها اوكي، اول هدف، الكاميرا شيك موجوده، كل شيء موجود. اول شيء نغيره اللي هو الكاميرا شيك ولا كاميرا ولا الكاميرا ديستنس، والله العظيم ما ادري. والله تحس الكوره قريبه مره وهي اصلا بعيده، ما ادري شلون اشرح لكم. طيب خلونا نضمن هذا الهدف. لا والله لا، ما اضمن. زي ما قلت لكم انا الحين اول 5 جيم، هذه اول جيم الحين عرضتها لكم، 4 جيم بعدها ما راح اعرضها لكم، لاني ما راح اغير اصلا شيء في الاعدادات، راح العب بها ديفولت الى ما خلاص وصل 5 فوزات، وبخمس الجيم اللي بعدها احدد وش اغير. فمره اغير كاميرا ديستنس، مره اغير كاميرا شيك، اشيل الصح مثلا، اغير البوست، اغير زي كذا. فزي ما قلت لكم يعني هذا الجيم الحين ما يحسب عشان صعب على نفسي يعني. اول جيم دن. اوكي، اول خصم يقول لي فريستايل، غريبه خصم يقول لي فريستايل، والله اول مره قابل احد كذا. نايس والله نايس. اوكي، في دربل يعني. اوكي خلينا نجرب الحين. اوكي يا رب تضبط. يو والله كلوز نوت باد يعني. اوكي نايس شوت، نايس. بدي اعدل اعداداتي بس عشان العب فريستايل، قسم بالله. خسرنا جيم كان فريستايل منها عشان ما نوصل دايموند 1 وننشب زي الحساب الاول، والله العظيم فكره يعني. ولا سيلينج ولا خيلينج ولا فيلينج، على طول نسحب يعني، فرق عن اللي قبل. فريستايل وما فريستايل، فريستايل صراحه تضيع وقتك في جيم يعني. خلونا نحسب ان فزنا 5 فوزات، اوكي؟ يعني نبدا الحين الفوزه السابعه، او المباراه السابعه اذا فزنا تعتبر فوزه رقم 6 اللي هي نغير فيها الاعدادات او شيء واحد نغيره. 2-0، امورنا طيبة للحين، تكفون نكمل على كذا تكفون. هذه يسمونها الضربة اللي الله يحرمنا منها. لعبت عليك انا اسف، وقفت هنا ووب خذ اليمين. اوف جاني جمب ريسيت تقطع ام القهر، بس صدها والله جاني جمب ريسيت. الله، بس صراحة ما انجر يعني، جي جي والبليد.
الحين غير اول شيء بالاعدادات نغير. بسم الله نروح على السيتنج بوريكم انه ديفولت. بروح هنا بحط ديفولت اللي هو اضغط مربع يقول لي يس رجع نفس الشيء. انا قلت في البدايه بغير البوست الى R1 يس. شوف هل في شيء R1 ثاني؟ والله في R1 ريست شوت. اوكي في ثاني. هذا خش على الجيم الثامن نغير فيه اعدادات اذا فزنا. اللي بعدها وش اغير؟ اغير كاميرا شيك ولا باور سلايد؟ اتوقع باور سلايد يكون افضل اللي هو احطه L1 لان ما ادري وش حاليا. والله هذه صامل بزياده. تكفى اطلع تكفى. يو ساتر السيف على بالي مو مشيته. والله انا اسف بس تكفى اطلع بعد هذه تكفى. اخيرا طلع. وين باور سلايد؟ وين باور سلايد؟ نحط باور سلايد L1 لازم. بسم الله بسم الله بسم الله. سيتنج كنترولز نحط الباور سلايد L1 بدل مربع. كم مربع؟ والله العظيم اني ما كنت ادري صدق. تاكد كود لايتن شوب موجود يعني. افا اكتب في اس ال بسرعه بسرعه. في اس ال كبت اسمه ما يفرق شباب. بعدين نشتري من هنا اغراض. راح الجيم التاسع وبعدها الجيم اللي حدد الرانك. هيكون لعيب ذا. والله تحركاته كنا لعيب كانه. اتذكر يوم العب في البلاي ستيشن كان الجيم التاسع او الجيم العاشر كان صعب صراحه يعني. اوكي. Thanks bro. Goal. Nice. والله نايس. والله صدق نايس جول. ما اتوقعها. والكاميرا قريبة انا فما ادري هدف مبادف. اوه نسيت اغير السكور كارد. اوه الهدف. والله شوته شويتين بس يعني. سكور كارد لازم اغيره. حرفيا لازم اغيره لان الفحط الحين مع سكور كارد اللي هو يوضح لي كم سجل هدف والصيات يعني. والله محترم يعني اقول له سوري يقول نايس شوت. واو ام جي وشو؟ والله انا اسف يعني. والله اسف يقول نو. والله محترم والله انه محترم. خلنا نعدل الاعدادات بس كنترولز نروح الباور سلايد نحط دائره. نحط هنا دائره ولا مربع؟ والله اني ناسي. لاست جيم لاست جيم. سالفة يا أنا. بإذن الله ما يفوز. بإذن الله ما يفوز. أنا اللعبة يعتبر كويس. أنا أسأل فيك. أتوقع إني بشوت يمين بس ما سويت شيء. حرفيا ما سويت شيء. هاي القهر. هنا المفروض أخش. يا ساتر السيف. شي منقر ذا. خلني في حالي يا أخي. يا ساتر. نايس. نايس. اخي لعبة يقهر. والله لعبة يقهر. ما ودي اسوي زيه. لما انا ما ودي اسوي زيه اني فج. نايس. تعادل يا ابوي. تعادل. يلا يلا نقدر. اوكي. ما معي بوست ما معي بوست تكفى. يبغى يفجر. يا ساتر. لا لا شلون القوم. الله ناس ناس في ميش. والله اني اسف ادري اني قلت لك بس اسف. والله اسف اني انقهرت من كثر ما تصدق. ما فجرت كل تفجير ولا سويتك شيء. يلا جي جي. والبليد والله والبليد. صلا هديك لا تفجر. دايموند 1 دايموند 1 ديفيجن 2 حاليا بنغير سياره. اوكي الحلقه الجايه بنلعب سياره مختلفه. فاكتبوا لنا تحت في الكومنتات ايش تبون نلعب. نلعب بالفور ولا نلعب باي شيء من السيارات الثانيه؟ راح اسوي لها تريد من حساب الاول. حاليا هي السياره المتوفره هذه اوكتين وميرك بريك اوت. تبون نلعب بالميرك لين نوصل دايموند 2 وزي كذا او لا؟ وفزنا صح لازم نغير شيء من الاعدادات. فخلونا نغير كاميرا شيك ولا او نشيل كاميرا شيك. اوكي نشيل كاميرا شيك وننهي الحلقه. يعطيكم العافيه على المشاهده وان شاء الله استمتعتوا بالمقطع. فكره يعني حقت كم حلقه ترى راح تنتهي بعدها. فاذا عندكم افكار تبون في انستغرام وزي كذا لان الكومنتات للامانه بعض الاحيان ما اقراها كامله. الانستغرام يبقى طول الوقت يعني. يعطيكم العافيه على المشاهده ان شاء الله استمتعتوا. نشوفكم على خير. سلام.